ضيفنا اليوم تاع الفوغايتيك اسمي نفس القيصر اللي خلط في الفيسبوك ولا في تويتر ولا يشوف الاعلام يعرفوا مليح. معنا اليوم عارف مشاكره ناشط سياسي وخلاط تبرق بيناتنا كنا في الكوليس واش قال لي؟ قال لي اليوم انا القيصر وانت الامبراطور. مشاهدينا الكرام اهلا بكم. نقاشنا اليوم يستضيف شخصيه بارزه سواء كانت في الفيسبوك وتويتر او عبر الساحه الاعلاميه من خلال خروجه في كل مره بنقاشات حاره وحيه. معنا اليوم ناشط سياسي وفي نفس الوقت ناشط اعلامي الاكيد عرفتوه يدعى القيصر. اهلا بك عارف مشعل. اهلا وسهلا بك. بدايه مشاهدينا الكرام على القناة الإخبارية الأولى في الجزائر التي قلبت موازين الإعلام في الجزائر. شكرا. بداية عارف من هو عارف مشاكرة ومن هو القيصر؟ قيصر هي هو عمران الخطيب من سوريا هو اللي سماني في 2011 لما كانت عندي تخريفات كنا نديروا تخريفات على نكتبوا للحياة الأمونية ونكتبوا كذلك على منتديات ولا المنتدى تاعي الإلكتروني. كاين فيه دائما صرخات نكتبوا صرخات القيصر. كنت قبل نكتب صرخات الملك الحزين لانه انا شاب جزائري ككل شباب الجزائري هذاك الوقت طبعا يعني لانه انا بتعرف بلي راني الان ماكش حزين. لا لا طبعا ان شاء الله متفائل والكتاب اللي راح يخرج قريبا ان شاء الله هو وسميته لن استسلم. لن يعني استسلم الملك الحزين لن استسلم. مازال مولد سعيد. سعيد طبعا سعيد لانه الواحد يحمد ربي ويشكره دائما عن الصحه هي كل شيء. لما تكون الصحة الباقي كامل يجيب الاجتهاد والعمل والمثابرة. نعم. لماذا عارف مشاكرة على غرار الوزراء فتشوا في مطار باريس؟ عارف مشاكرة ما يفتش في مطار باريس. مؤخرا إنه لو يزعجوني شوية مؤخرا عندها تقريبا 3 أشهر. لماذا؟ مرة هي لأن مواقفي اللي هي لا خلينا ماشي لماذا ولو يفتشوك لماذا ما كانوش يفتشوك؟ أنا كنت أعرف اللي راني نشتغل كنت نشتغل مع زوجة أمير معروف اللي في باريس. كاين فيه مطار البرجي في فرنسا. انا نعرف سي بازا وين نعرف سي بازا نعرف دي وين انا. مطار البرجي هذا في فرنسا هو طائرات يعني تاع الخواص كلهم ينزلوا في مطار البرجي الامراء ورجال الاعمال العالمين ينزلوا هنا. ما كانش فيه ولا مراقبه رغم ان هناك يعني شخصيات كبيره معروفه امراء شفناهم يهبطوا بلي باليت تاع الدولار وكذلك حتى الممنوعات والبوليس والشرطه يعرفوا. لماذا ما تكلمش هذا الشيء في باريس ما عرفش مشاكل اليوم هي في النهار تكلم عليه. لا هي معروفه هو كان تعرفوا بيرغوفول وكيل جمهوريه تبع نيس. خلينا يا عارف من المشاكل تاع فرنسا بروفوكاك بلال بهم غير باش يطيحك في البياج وانت لا خبر. بنات قصاره هناك. تابعوا معنا الفي تي ار التالي حول من هو عارف مشاكل ومن هو القيصر. عارف ميشاكرا وجه أصبح في الفترة الأخيرة يتجول بين القنوات التلفزيونية داخل الجزائر وخارجها بعد أن كان يستغل اليوتيوب للبعث برسائله السياسية التي لا يختلف اثنان عن كونها مليئة بالتناقضات. ملفات التي جمعتها مؤخرا هنا فرنسا. شخصية عارف الغامضة جعلتنا نقوم بالتحري حول من نصب نفسه ممثلا عن الشباب العربي في العالم فكانت حقيقته صادمة. حوارات صادمة زودنا بها أقرب مقربيه المدعو طارق رئيس جمعية ناس الخير النشطة بالجزائر والتي حاول ميشاكرا استغلالها لتحقيق أهدافه. حوار جمع ميشاكرا الذي يتظاهر بالدفاع عن شرف الجزائر بأحد أفراد المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي المدعو إيريك والتي طالب فيها عارف ميشاكرا مبلغ 120 ألف أورو بهدف رشوة مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية لتزويده بمعلومات سرية ليسربها للطرف الفرنسي الذي تأكد في آخر الحوار أنه متواطئ مع نظام المخزن حيث طالب إيريك من ميشاكرا زيارة عملائهم في المغرب وكان له ذلك. عارف ميشاكرا الذي أصبح يتغنى في الفترة الأخيرة بكونه مدافعاً عن النظام الحالي تبين أنه على علاقة برئيسة حزب العمال تروتسكية لويزا حنون التي تحولت إلى مصدر معلومات لهذا الرجل. هذه هي حقيقة عارف ميشاكرا الذي أطلق على نفسه صفة ممثل الشباب العربي صفة صنعت له أمجاده وخلقت ثروته على حساب بلده الجزائر ومن جهتنا سيستمر التحقيق
فهل من تفسير يا أنجلو؟ فقد ثبت أنك خائن. مشاهدينا الكرام، عودة إليكم من هذا البث المباشر من قناة النهار. أنا ما حبيتش نقول لك أنجلينو، وما حبيتش نقول لك، ما حبيتش نقول العائلة ديالك. يعني أنا وش فهمت من الوثمو أنه عارف مشاكل حركي. حركي طبعاً تقدر تقول كما تبغي. حركي تقدر تقول هذا الفيتيار. حسب الفيتيار هذه كلام، هذه حتى الفيبر هذا موش صح. هذه تقارير. نعم. هذه تقارير وصلت. سي عارف الله يخليك، شوف نوادرك دي دبورة من هاي. عارف تقلق ومنين يخرج الضباب من عينه. لماذا عارف مشاكل؟ الثقة بالنفس عندها عنوان واحد. خلينا نثق بالنفس. معليش. شكرا. لا تستطيع أن تفزني بهذه الأكاذيب. لا مش نستفز فيك. مش نستفز فيك يا عارف. يا عارف. أنا اللي نمد لك أمور هادو تهم. نعم. وهذا هو الهدف من الحصة. طبعا. هادو تهم وجه عارف مشاكل. عارف مشاكل يجاوب. أنا خليني أنا شخصيا استفزيت من هذا التقرير. لأنه كنت نظن لك بصح من عائلة طوارية. كنت نظر لك صح من عائلة طورية، ولكن دار أمر لا يا سي عارف، ما تقول لي عائلة طورية معروفة، ما تقول لي عائلة طورية معروفة. نعم. في فرنسا معروفة، وعارف شكرا يقيم شاري معروفة في فرنسا، دونك عائلة طورية. معروفة في فرنسا؟ لا، عائلة طورية يعني فيها مجاهدين طبعا حاربوا فرنسا. كيفاش يقدر عارف مشاكرة المشاهد الكريم راه يسأل أكثر، كيفاش يقدر يأسس شركتين؟ كيفاش يقدرش على بك شركة فرنسا تأسسها برا؟ كيفاش يقدر انت تكلمك لا تقول لي انت شركتين؟ كيفاش يقدر يجوز على مطار بدون تفتيش؟ كيفاش يقدر عارف مشاكرة؟ كيفاش يقدر عارف مشاكرة؟ انت قلت لي مقبل بدون تفتيش. لا مش بدون تفتيش، قبل كنت نفوت قبل ثلاث شهور. خلينا نتكلموا. إذا عارف مشاكرة انت حركي. أنا حركي. هذا رأيك أنت. مش رأيي. هذا رأيك. هذا استخلاص لما ورده التقرير. هذا استخلاص لربما تقارير أخرى كانت جد هي من مصالح الأمن. خليني أقولها لك. أنا أقول لك حاجة. أنا أقول لك. هي أنا ثقتي بنفسي. خاصة الكلام اللي تكلمته على طارق. شوف أنا رجل. شوف أنا رجل ما بعرف. خليني كلمك ساعة. لا من بلعتني. خليني كلمك حاجة. من بلعتني. من بلعتك. والله من بلعتك. يا عارف. أنا أنت معروف تتشري. أنا إنسان قاعد بالهدرة. اسمع أنا إنسان قاعد ضحي. أنا عندي مشروع. يا مشاهدينا الكرام، واحد يضحي عنده شركتين في فرنسا ومقيم في فرنسا. شركة في فرنسا كديرها انت هي الحاجة الوحيدة المشكلة. ويجوز على مطار باريس يتفتشوا فيه الوزارة. عارف مشاكل ما يتفتش فيه وتقول لي انا نضحي لبلادنا كيفاش راني ندير. خليني كلمك هي حاجة واحدة في الفيتيار هو طارق زروقي. خليك من طارق. الكلام اللي قاله مش ممكن. ما صدقش باللي لو قال كلمة. خليك من طارق يا رجل. نحن يعني ما صدقتش وش قال طارق. لكن ما حدث بين مش ممكن. يلا ضربك الخزانة وياكم الشارع وجيبوا لي تبغوا. يا ما حدث بينك وبين طارق. ما يكونش من وين إيريك؟ والله ما نعرف إيريك يا رجل. مش من إيريك. عارف راه قريب يحكموا له بال وبلال بالصنف خوا ديالو ما رحموش كامل بلا اتهامات. برد قلب. لا خاصة معند صحفيين تاع قناة نعرفهم بلي راهم مستويين. ليس كما انا انا نعرف بلال. انا نعرف صحفيين تاع النهار. برد قلب. شنو هذا؟ انا نعرف مستواهم، نعرفهم انهم رجالنا اجتهادات خاصة. برد قلب. كيف يشتغلوا لما خلاص انا اني مصدوم في الطريقه اللي راك تتكلم فيها وبطريقه تاع الفيتيار. لانه انا الان ما تصدمش لانه هذه طبعا مصدوم. يعرف اذا انت حبيت اليوم صح حسن على بالي واش راك حاط. مشاهدينا الكرام، معنا اليوم المجاهد والمضحي والناشط السياسي. لست مجاهد. والخادم لبلده من باريس. عارف مشاكرة. يعني هكذا ما ظلمتكش. يا بلال. خلينا نكون. لا اله الا الله. انا باش ما جبتكش انا باش نشيت لك ولا باش نعرف. ما تشيت لي. انا جبتك الله لا باش نواجهك بقضايا. انت متهم انك خاين وانك لست من عائلة طورية. انا خليني ما ندخلش العائلة ديالك، ولكن نقول لك انت حركي باش ما نقولكش العائلة. يعني العائلة ما ندناش العائلة. لكن بموجب ما جاء في التقرير وانت اعترفت انه باحترافية عمال وصحفي جريدة النهار ولا تلفزيون النهار اللي نقدم لهم كل دعية. يعني هذا اعتراف منك انك انت حركي. هذا العمل اللي راك ديروا فيه تحسب راح يغير من قناعتي ومن عقيدتي مع قناة النهار؟ لاني نعرف انا نعرف. خلينا ما جبناش ما تشيت الناس. اهدر المشاهد الكرام هو يتابع كل شيء. الان عندنا شبكه التواصل الاجتماعي والحمد لله. في الفيسبوك شنو نقول له؟ وش راح تقول له في الفيسبوك؟ في الفيسبوك وش راح نقول؟ وش راح تقول؟ انا
دلبك بلي كاين الناس ما يحبوش في الفيسبوك يا سير ما تهمنيش الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا الناس وصلوا حتى في عوضه تمت نفسك بالرسول نحن متناح واحد خاين بالرسول صلى الله عليه وسلم انا شعري خاينة كبير على ما اخويا بلال احترمني نحطك فوق راسي ومن لم يحترمني ولا انت لمن تختار الميدان اي عدو من يختار الميدان وانا رجل الميدان وكي نقول لك روح روح اقسم لك بالله مستعد حتى نهز لك يعني ندير اي حاجه تعرفني انا ما كاينش حتى بالكلاش نزها نورمال حتى بالكلاش نزها نورمال واش نزيد نقولها لك انا نزها نورمال عدوي لما يتحداني مش انت يعني انت من تهدد اكثر فيها المباشر هذا عليا الكلاش مش نهدك فيه مش نهدك فيه مستعد حتى نفجر نفسي في اي مكان من اجل الشرف من اجل كرامتي ومن اجل الجزائر باش يكون في عندي زيدان اي الحكايه ولات فيها الكلاش والتفجيرات ربي يسلكها على خير داعش الله يهدر اكثر من داعش اكثر من داعش نقول لك علاش اكثر من داعش رجعتني لهذه النقطه هذه اللي راك تقول وتعرف مني من نابع الكلام اللي راك تقوله تفضل نابع من لقاءاتك مع بشار الاسد لقاءاتك مع جماعه بشار الاسد في سوريا واللي 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 جنيته انا شوف خليني نقول لك خليني نقول لك تروحوا تديوا دراهم على اسم على جثه اطفال سوريا والله ما كاين وعلى جثه والله بالعكس روح على جثه اطفال سوريا وعلى جثه تكالة سوريا وعلى جثه نساء سوريا خليني نقول لك هذا الشيء مقرف والله مقرف والله العظيم حتى من مرتبي كاين فيه والله يروح لعائله كلها فيها تفرقه لا بين الضحايا لا اللي منا من سوريا الشعب السوري كامل ضحيه وين الناس برك مخلطه لانه الاعلام الصهيوني ريبها كما فعل بالعراق كما فعل بالاعلام الصهيوني الاعلام الصهيوني جايبها مو عارف مشاكلها كم الاعلام الصهيوني احنا برك انا يتكلم وش الاعلام الصهيوني يدك يعرف عارف مشاكلها ويجيب مشاكلها الاعلام الصهيوني هو الممول جاوبي. هو اللي غرس في ذهن الناس باللي راهم باللي راهي سوريا وبشار هوش الجيش السوري منين الجيش السوري اخي من شعب سوري كيما الجيش الجزائري كان ما دا عارف مشاكله يروح لسوريا نروح ياسين انا مرضى انا ويقدم مساعده العربي انا الامين الان تحرك الشباب العربي في العالم نعم انا الامين الحركه التمويل ديالها يا وانا التمويل ديالها يا راشد احنا واش عندنا تمويل شوف فينا قاعد نشتري في طيارات احنا نلموا مساعدات نبعثوهم المره في كل مكان في مصر مساعدات نلموا مساعدات عند الناس عند الناس كيما انت الناس كامل يبعثوا الناس مساعدات كاع ادويه كلش والله يبعثوا من ايدهم الاموال الاموال والله ما كان عندنا اموال والله العظيم ما كان عندنا اموال والله 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 العظيم ما كان عندنا اموال والله هذا خيانه الوطن هذه على بالك يعيبوا عربك تزعزع جدودي في المقابر على بالك باسكو اقسم بالله اللي تمسني كي تقول لي خاين باسكو انا عائلتي كامله ماتت على هذا البلاد فهمتني وانا الان ما زلت نضحي على هذا البلاد هذه ونجي نقضي قدام نو عيب او عيب كيما كي تقول لي خاين باسكو انا تمشيني كلمه كيما هذه باسكو انا مون بي انا بزاف درت عليه بزاف درت عليه بزاف واش خليتها في اخوتي كامله انا هون صغير في خالتي كامل كل اطباء واحد لا على بال انا اللي جاي مخلي كل شيء ونجي لهنا نديو في السب ونديو في الخيانه ونديو على واش لانه لازم تضحيات اللي راهو للوطن اللي وصل للدرجه هذه الحمد لله تاع الهلاك لا لا الحمد لله مش الحمد لله الحمد لله لازم تضحيات لا لا لازم تضحيات ولازم مشاريع على المدى البعيد لازم ديزاين في التراسيون لازم تتعامل مع الناس لازم تعرف امام الارض بصح باش تجي تقول لي خاين انا اني ابن على ثوريه وعمري ما نخون شكون في عارف. انا ما حبيتش نخون لان انا كان حبيت نعيش كان حبيت نعيش لاباس عليا في 2011 لما جابوا لي شكاره على الصور لو كنت بوق من ابواق المعارضه وبوق اللي يسب ونطعن في بلادي اقسم لك بالله راني كنتب المراه والوطن القومي معروفة والله مصدر أمني مقرب لا إصدار مذكر التوقيف في حق عارف مشاكل هذا بعد الكلام تاع الكلاشينكوف نفد عليكم كلاشينكوف نشكر مصالح الأمن قلت لك بلي مصالح الأمن راهي تتبع هل أن عارف مشاكل أبدي خليني نسخسيك خليني نسخسيك الخيانة قلت لي ماكش خاين ما خنتش بلادي عمري خذها مهما كان رانا حكمناك والله على بالك الحاجه حكمت غير تقول عارف احنا حبينا برك نشوفوا لا غياكسيون ديالك ما كناش على بالنا راح تهز الكلاش علينا وتفجر روحك بصح عرفنا باللي قلبك ابيض واللي في قلبك على لسانك رمضان مبارك وخويا امين عليكم شابو باسكو كان نقول لك جيت في قناه واحده اخرى قال ما فهمتش انا برك عندي انسان تاع عقيده باسكو الناس كي نضل نحبهم كاش تيقيسوني ما نقدرش نقيس عاجل خبر عاجل خبر عاجل في النهار تي في خبر عاجل في النهار تي في خبر عاجل نجيبوه يبقى حاير يولي يتخبط ويعاير